ان تم كده طرح اسم الكابتن سيد عبد الحفيظ ان يكون مدير للمنتخب في الفترة اللي جاية. هل انت شايف ان وتواصلت مع مسؤولين في اتحاد الكورة، والمسؤولين طبعا اكدوا على ان سيد او كابتن سيد طبعا ليه ما حدش يختلف على شغله والكلام دوت، لكن لسه ما ناقشوش القرار بشكل رسمي او نهائي. شايف ان ترشيح سيد عبد الحفيظ مدير للمنتخب ممكن ينهي بعض المشاكل اللي احنا شفناها في الفتره الاخيره داخل المنتخب، ولا انت مش مع ان يبقى سيد عبد الحفيظ موجود اصلا في المنصب ده؟ الراي راي فيتوريا، مش راي. لا انا بسالك انت، ما مالكش دعوه برايي بقى. ما انا مدير فني. ايوه انت هتبقى مدير فني، انت مدير فني لان انت هتختار كمان شويه القايمه. ماشي، في دي اختار واخد. انما دلوقتي لا، هقول انت شايف ايه. مش انت بس كنت مدير فني يا كابتن حبيب قلبي. ما انا هقول لك، هو كل اللي ما اشيع حول سيد عبد الحفيظ في مشي، ومين اللي مشاه؟ كولر. مش ده مدير فني ولا مش مدير فني؟ مدير فني. وهم قالوا كده، قال لك بناء على تعليمات كولر احنا وافقنا ان الراجل يمشي. تمام. وضحوا بيه، واخد بالك؟ والراجل جايب كام بطوله؟ 5 بطولات، صح؟ طب انت السنه اللي قبليها هو خسر بطوله افريقيا والدوري والكاس، فاكر؟ ايوه. طب انت لو مشيته في الفتره دي عادي جدا، والناس كانت تتقبل القرار، انما بعد ال5 بطولات. فانت دلوقتي، انا بالنسبه لي لو انا يجي منتخب مصر، يجي منتخب مصر لسبب، لان دلوقتي مفيش كبير في الحتة دي، او بمعنى اصح يعرف نفسيات اللعيبة، واللعيبة تحترمه زي سيد عبد الحفيظ، سواء لعيبة الاهلي او الزمالك او اللعيبة المحترفة، واخد بالك؟ بس هو القرار في الاول والاخر يرجع لفيكتوريا. خلينا طيب. انما انا موافق. اسألك سؤال واضح ومباشر وصريح، هل لو تم اسناد المهمه لسيد عبد الحفيظ مدير الكره، نجم الاهلي السابق وطبعا مدير الكره في الاهلي سابقا، ممكن بعض الزملكاويه يعترضوا؟ هل ممكن يبقى في فكر اللي هن ماشيه اهلي وزمالك، ولا لان ده ممكن يتناقش، ولا ده منتخب مصر فالمفروض الناس ما تفكرش كده؟ طيب بص يا حبيب قلبي، مع الوضع في الاعتبار وجود ايمن عبد العزيز في الجهاز المعاون، هات لي كادر زي سيد عبد الحفيظ في الزمالك، مع كل الاحترام. مفيش. طيب انت هتعترض ليه؟ جماهير الزمالك هتعترض ليه؟ لا انا امتى اعترض؟ انا بقول لك مفيش. طيب ما امتى اعترض؟ لما يكون في سيد عبد الحفيظ، واخد بالك؟ وفي مثلا هنا الناحيه الثانيه عبد الحليم علي، يعني بلاش الاسماء بس، يعني خليها رضا عبد العال. لا اي حق، انا مش لا يعني واحد ماشي. يكون متمرس في الاداره، في نفس بقاله فتره بنفس القوه. ايوه، بغض النظر بقى عن لعيب كوره او مش لعيب كوره، بس واحد يكون في الحته دي ضليع زي سيد عبد الحفيظ، يبقى في الحاله دي لما الاثنين يترشحوا وتيجي تاخد يبقى جمهور الزمالك يزعل. انما انت ما عندكش كادر زملكاوي، هتزعل ليه؟ جمهور الزمالك يزعل ليه؟ ما انا شايف ان مع ده في ناس من الزمالكاويه هيرحبوا، بالذات اللي هم عندهم فكر عالي وبيحبوا مصر، لان ده في صالح مصر، لان انت دلوقتي ما عندكش حد في الحته دي يلم اقل حاجه اللعيبه. سيبك بقى من مالكش دعوه بالفنيات ولا الكلام ده، اللي هو بره الملعب، اللي هو بره الملعب بقى، واللي هو بقى معسكرات بالظبط كده. لا وبعدين حتى كمان سيد بيبقى واقف على الخط، بغض النظر بقى عن اللي حصل السنه اللي فاتت، وقعدوه ولا ما قعدوش، هو في ناس كانت متربصه له، بس هو لما بيقف وبيكلم الحكام او بيشد مع الحكام والكلام ده بيقلب الدفة، خلي بالك الكلام ده بيفرق والله العظيم. فعلا الله، انا بقول لك والله العظيم بيفرق، على الاقل بيهز الحكم في ثقته وشخصيته. انت عارف يجي بعد كده الحكم بيفكر، يفكر 100 مره هديها ولا مش هديها لحسن سيد هينط لي تاني، واخد بالك؟ فعشان كده هو كان، انا مش بقول لك بيعمل نوع من الارهاب، لسه كنت هقول لك، طب ما هو ده نوع من الارهاب للحكام. لا ده من الذكاء، ده
نوع من الذكاء بتاع ان انا بضغط عشان مصلحه بالظبط. حتى هقول لك على حاجه بسيطه قوي، محمد هاني يطلع الكره وقام يشاور ان هي ده لوك، هو اللي مطلعها. ايوه واخد بالك. فهم بيدوا احساس للحكم ان ممكن يكون ايه، جاله تخيل ان هي جت في رجل اللعيب فممكن يقوم جاي مغاي، انت فاهمني؟ مع ان محمد هاني او رامي ربيع او اي حد او حتى هيركز بعد كده في اي قرار. واخد بالك. فهم دايما بيهزوا ثقة الحكم عشان دايما ايه، اي حاجة تبقى ليهم. طيب شخصية سيد عبد الحفيظ اللي حضرتك عارفها تتماشى مع بعض المسؤولين في اتحاد الكورة؟ انا مالي ومالي ولا ده ممكن، ولا ده ممكن يبقى السبب الرئيسي في عدم تولي المسؤولية؟ هو انت دلوقتي جاب سيد عبد الحفيظ ليه؟ مش هتديله صلاحيات؟ طبعا. انا كاتحاد كرة بالناس اللي هم نجحوا، بالاعضاء، برئيس الاتحاد، لما فكرت في سيد عبد الحفيظ هجيبه ليه؟ عشان اديله صلاحيات. انا شايف ان في خلل ما، مش هنقول بقى عشان ما حدش يربط ويقول لك ايه، عشان طارق حامد وحسين الشحات. السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا قهوه الخواجه. دايما بنقول بتشجع كوره ولا بتشجع نادي؟ اكيد بتشجع كوره. والخواجه معجون كوره. سؤال واضح وصريح من اسلام صادق لنجم حلقتنا النهارده الكابتن رضا عبد العال. سيد عبد الحفيظ بمنتهى الامانه اقوى مدير كوره في مصر، اقوى مدير كوره من شخصيه، ومن الشخصيه اقوى من موهبه، لان هو يقدر يخصم من اي لاعب اي فلوس، يقدر يسيطر على اوضه اللبس، يقدر يمنع المشاكل. وكان في مواقف كتير مع لعيبه بدون ذكر اسامي، لكن سيد عبد الحفيظ وزي ما قال الكابتن رضا عبد العال ان مفيش حد في قوته في مركز مدير الكرة في نادي الزمالك. فليه؟ لأن نادي الزمالك تعترض. وبعدين تم جه في وقت، يعني أيمن عبد العزيز دلوقتي هو موجود في الجهاز الفني لمنتخب مصر، تم جه في وقت من الأوقات كان محمد شوقي، كان عصام الحضري، كان ناس أهلوية كتير في إدارة منتخب مصر، فعادي جداً. وبعدين كان الكابتن محمد، كان الكابتن شوقي غريب مع كابتن حسن شحاتة، مع حمادة صدقي، مع أحمد سليمان، المنتخب لا علاقة له بالأهلي والزمالك. لكن كمدير كرة سيد عبد الحفيظ مفيش تعليق عليه، لأن هو هيبقى حافظ مكانه. وانت بتتكلم في منتخب مصر، سيد عبد الحفيظ مال ومال المسؤولين في اتحاد الكرة، انت بتتكلم كرة بقى، سيد في الملعب وقرارات، القرارات اللي هو بياخدها بينفذها اتحاد الكوره، خصم لاعب، فلوس، تاديب لعيبه، بيشرح وجهه نظره لروي فيتوريا، بيبقى راجل بيتولى منصبه منفردا بدون اي دخول اي قرار فيه. وزي روي فيتوريا بالظبط، بيقول لك انا همشي الثلاثيه دول من المعسكر، انا هضم فتوح رغم الزمالك واقفه، انا هعمل كذا، انا هعمل كذا، ليك الحرية ومعاك الصلاحية ان انت تعمل كده. سيد عبد الحفيظ بمنتهى الأمانة الموضوع مش أهلي وزمالك يا جماعة، انت بتتكلم في منتخب مصر. سيد عبد الحفيظ لو مسك المكان ده هيبقى ماسكه بقوة بحزم. واسمع رأيك في الكومنتات، ورب الحلقة تكون عجبتكم، وتحياتي أحمد الخواجة حبيبي.